مشاهدينا مستمعي غادو شمس اف ام ومتتبعي خاصة برنامج أرواح وكاع، نمروا الآن وإياكم إلى فقرة الصراحة اللي هي فقرة راح يقوم بها المخرج وحيد، راح يطرح بعض الأسئلة لرفيق لموغي. بعثي واحد المزيكا على الخوف على بالك يعني هي الفقرة اللي تخوف بزاف جينيرال ونخافوا منها لازم. بعثي واحد المخوف ما نخافش فار ديجا دونك نعاود نرحب من جديد وحيد. مرحبا بك وحيد يا خالد اللي تاع الخوف ستريسيتني خوف والله غير صح. خليها نورمال اصلا نشوف اصلا ايه تخيل نروح نلعب هذيك تاع ميستر هذيك تاع تحوس الاشياء. هنا راح يبوزي لك دي كيستيون لازم ما لازم تجاوبوا على كامل لي كيستيون. شحال كاين من سؤال باش نعرف؟ يبالك بقى لي الدم غير قيس خمسة أسئلة انت حط رقية معلش نزيد لك الدم واحد كاين دوزاج دونك لازم عليك تجاوب على كامل الأسئلة اللي راح يطرح. يا ربي قدرني يا ربي. تفضل واحد رفيق واش راك خويا صافا لاباس؟ روح معايا غير بعد سيلتي بلاك خلعتني لافونسونسيال هذه اللي جيتني بها يا خو. والله العظيم غير راني نهضر مع مارك كيما مقبل كيما شتني كيما مازالني. انت هو اللي جبت لي الماء مقبله تقدر تقول بلي انا ولا ماشي انا صح. براسك وانت ديسيدي صح نديرك بلي انت باش نتعامل معك مليح صح. هاي خلاص صح اخويا صافا ياك طري بيان لاباس الحمد لله. العيد قرب العيد الكبير وي والعيد صغير راح راح جاز عم بالك والله غير من ذاك نحشم انا باش ناكل الكاطو هكذا فطار الناس كيفاش ندير في دار الناس تاكل كاطو تعاون جاي العيد الكبير دوكا معليش انا نقولك على العيد الصغير. العيد الصغير كيفاش دير باش ما تاكلش كاطو باش ناكل باش تاكل لحقت ما ماكش ولا تحشم ترمي يدك ديريكت. لا لا ما فيها والو يا خو عجبتك حاجه قال اصلا نشوف هذا باش درتو او سي 60 با انا عندو حطها نورمال زيد جاوبتك ولا ما جاوبتكش؟ لا لا شوف انت يا دوكا انا ما نحشمش يا خويا لا نحكي لك عليا انا ندخل بلاصه نلقى بلاط تاع كاطو عجبني نرفد وناكل واخا تحطوه لك ضيافه يا خويا ما حطوش باش يتصوروا به واللي يكونوا معاك كيفاش يديروا هذا براسهم اللي يحشم ما ياكلش انا نحب الكاطو ناكل كاطو نورمال انا على حساب واش على بالي ما فين يطبعوا على راسك انت الاول والله غير يطبع شكون قال لكم هذه خو ها بابا وداسي عندك الحق وي انا ناكل يا اخو نورمال يديروا بيا طريق ساعه ساعه بصح صح اخويا صح عقل عقل انا ناكل نورمال ما عندي حاجه ما نحشمش انا كنحب ندير حاجه الا ما ناديش بها الناس بيان سور وما تكونش حرام نديرها نورمال صحيح صح. كنت خارج البلاد واحد الوقت ياك اه ودرت صحبه حاجه باينه وي وضحك هذه كيف حكايتها يكمل باش نعرف عليه واش من صاحبك تهدر. كان عندك واحد صاحبك من وهران ايه على حساب واش على بالي ايه صراو لك حاجات معاه. عندي بزاف صحابي في وهران يا اخو. لا لا الوهراني اللي كنت معاه في بالي في فرنسا بلوتو ايه صارت لك حاجه اللي قعدت لك ان بوان هكا في حياتك. وهراني اللي كنت معاه في باري وهراني تاع باري كاين كريم يا واحد بدا يصفر والله ديت نصفار يا اخو شكون جاب لك هاد الحكايه؟ شوف فيا شوف لا كاميرا تاعي ما تهضرش ابدا خلاص ها احكي لي واش صرا لك بصح صراوا لي بزاف عفايس مع كريم حاجه اللي فريمون وماركات لك بون باش نتفاهموا هاد الحاجه ما لاباليش بيها يا اخو من جبت هاد الحكايه تتجن ولا وجنو يا اخو هادي واحد ما على بالو فيها انا ما على بالش نسيتها شوف هذا صاحبي كريم كريم هذا وهراني ديجا نوجه له تحيه ان شاء الله وهو ولادو ومرتو كاع ناس ملاح بزاف استقبلني حبيبي كامل ابري انا كي كنت في فرنسا عرفت نورمال نحكي يا اخو عرفت واحد الطفله مروكيه وهذيك الطفله مروكيه من بعد شغل هرب قلبي وخفت ما كذبش بدا هو يقول لي سحور ومسحور اليوم بعدك شوف واش صرا انا كنت انا شافي كنت بايت في لوتال ومن بعدك شغل كانت عندي كنت متفاهم مع هذيك الطفله زعما باش نروح وخلاص زعما بالك تولي مرتي وكدايا ومن بعد انا تورنو يا خوخرج خلي واحد اليه ومن بعدك عيطت لكريم على 6 تاع الصباح هذاك النهار كنا رايحين لبلجيك انا وياها صاي خلاص كنت كان مانيش جد درك بالك
عيط له استا تاع الصباح، قلت له كريم كريم، قلت له وين راك؟ قال لي يعني في الدار غير الخير واش كاين؟ يا قلت له كريم ندخل للدزاير واش كاين؟ بعد قال لي واش كاين غير الخير؟ قلت له ندخل للدزاير سي بون ما رياش ما رياش. بعدك رحت لي هكا خرج لي حك في عيني عملنا، قال لي واش بك راه فيها؟ قلت له تفاهمت معها باش نروح الله بلجيك، قلت له مول الجمعه الجيليه تديني، قلت له انا خلاص خفت من راش نولي للدزاير، قلت له المراه معروفين بالسحور، تحياتنا للمغاربه ماشي صح معروفين بالسحور، يسمى شغل هذيك برك شغل جات نكته هكا انا خفت، قلت له هذه الكلمه ولا هو يقول لي رفيق اللي هربته المروكيه من باري، كريم هكذا يقول يعيط لي رفيق اللي هربته المروكيه من باري. هذه ما نعرف كاع مين جبتوا هذه الحكايه خويا، وين خربته تليفوني راه عندي، هذه الحكايه ما عنديش في التليفون، اسمح لي خويا انت واعر قبيح. هاي صح باش هذه قليبها، وجه كلمه لزوجه تاعك لا تشوف فيها. بابا يا زوجتي الحبيبه تحياتي لك. خلاص ريبتي لا كارير تاعي يعطيك صحه، تحياتي ليها. بصح دوكا شكون فيهم دوكا يقول لك يا هو عليا سي فرصه انا راهم بزاف سي فرصه قلت لك دوكا. تحياتي ليك زوجتي، تحياتي ليك. الحين المروكيه الجزائريه الاسبانيوليه الفرنسيه كشكون؟ اسمع اسبانيوليه شكون قال لك ثاني؟ ما على بالي شكون. بابا وين خرا اسمع دوك نخرج انا من نروح ديريكت لايروبور، نروح لكاش بلاد كاين شانس ولا لافريك لتحتها كاع، ونعيش لتما مع هذوك الحيوان وما نزيدش نجي كاع سي بون. تحيه لهم كامل يا تحيه. صراحه عاونيني شويه على سكتي عبد هذيك الصراحه شحال واحد شو صرت علاش يا واحد علاش قبيح انت علاش واحد راح له غير بلاكل راح روح لي غير بلاكل لو ما يترك مونسيونال عجبني بزاف ميرسي. هذا شوف دوك نقول لك واحد الحاجه، هذا جبته سبيسيالمون باش نجوز معاك في ليميسيون هذه باسكو اليوم تلعب ليكيب ناسيونال اكزاكتومون اليوم ان شاء الله نتمنوا لهم بون كوراج كامل ليكيب ناسيونال. احنا ما نصنفوا حتى واحد على الاخر ولا يبان لنا واحد ليدر على الاخر، مالغري واحد داي كاس اسبانيا والاخر داي كاس انجلترا ولا عفسا، هما كامل ولاد بلادنا وخاوتنا وراهم يرفدوا في الرايه الجزائريه كامل كيف كيف، ربي يوفقهم. المهم عندنا لوغو واحد وعلم واحد بيان سور، علم واحد بلادنا وحده، ربي يحفظ لنا بلادنا ان شاء الله. عندهم ميسولي جدد؟ لا شكون ليكيب ناسيونال؟ ممكن يدي ما على باليش على بالكش نو لي سولي جدد. وانت ما فتلعب عليه ماتش والله نلعب وعندي حكايه مع واحد سولي يا اخو، من تم حبست بالو يا اخو نلحقنا عليه والله غير من تم حبست بالو. هذه دوك نقول لك انا نحب بزاف كي ندير حاجه زعما نمد لها حقه، زعما الا شتني بلي ندير ناطاسيون عندي تصاور ديجا تاع ناطاسيون، ما تحكيليش عليهم ما 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 انسى لي لا بيسين كاع عندي عفايس، نهار اللي ندير ناطاسيون تلقاني ندير البوني ندير نواضر نلبس هذاك الاخر المايو تاعهم طويل هكا، يا زعما نحب نتخيل روحي في هذاك الجو. دونك كي كنت نلعب بالو مخرج وي سمسيتني ورحت ريح معاك صحة. كي كنت نلعب بالو حبيت نشري واحد السيلي تاع كان اف 50 واقيلا نهار اللي بدا اديداس خدم واحد السيلي شباب وشريته واقيل العين، ولا انا انسان معيان تسمى غير يشوفوني الله يجعل الخير. وهذاك النهار اللي لبست السيلي ولعبت به العشيه ضربني واحد كسر لي لا شوفي، ربع شهور وانا داير بلاط حبست خدمه قاعد في الدار مساكن، كرهت لهم حياتهم في الدار وليت شغل بيبي ما عرفوش اسكو يروحوا معايا بالسياسه اسكو هذيك الحادثه اللي صرات لي ان شاء الله ما تصرح حتى واحد. من تما ما وليتش ندخل في الشوك ولا نلعب بانو بزاف ولا وليت تعيط لي ليه عيط لي نقول يا خو المهم سولي دارها بك وخلاص. والله دارها بيا سولي هذاك وي عين تاع الناس ولا سولي؟ ما سولي كان مليح كان كونفور، هذاك النهار لعبت بيان ما حسيت روحي نلعب بيان، حسيت روحي شغل كيما قالت لي درك انت ما تعينيش ياك مقبله، قالت لي مين جبت هذا الانرجي واحد قال لي هكا هذاك النهار قولي الله يبارك خطيبي الله يبارك ما شاء الله واحد وي خويا. هذاك النهار كنا نلعبوا وبدات تطيح واحد الشتا هكا خفيفه، لعبنا في باب الزوار وكيما يقول لك شغل يا في ان كليما لندنيان زعما شغل الحاله شغل فخي هكا، يا وبدات تطيح الشتا غير بالعقل، وانا تخيلت روحي ما على باليش وين راني تشامبيونز ليغ، بديت نبومبي بالون بلوكي بصدري نضرب هكذا، جا لي واحد قال لي يا اخو قال لي بصح طرطق قال لي شغل ما على باليش انت، قال لي شغل هذوك اللي يلعبوا في الخارج انا شافي، قال لي شغل اللي يلعبوا في الخارج ايه، هو ما كملش الهضره واحد منها في لاكوش انا نلعب جوش دروات، جينا واحد في لاكوش قال لي رفيق اروح العب في بلاصتي، بصح ما قاليش بلي كاين واحد راه يغسلي لي منا، كان قال لي ناخذ حدري انا لو طون اللي بدلت بلاصه معاه، انا رحت لاكوش هو جا لا دروات الاخر خبطني كسرني رجلي دارت له، ليه شوفك تشوف رجلي كيفاش ولات هكا شغل انا حسبت حيقطعوها لي خو وليت نتخايل. المهم الحمد لله عجبني حد ضحكت في حاجه شغل اللي ما وي باسكو كل حاجه فيها الشوك كل حاجه فيها نضحكك صح. انا تما وليت نخزر في السماء كنت نستنى غير زعما تفتح باب باش نموت انا والروح تاعي تطلع هكذايا كيفاش حيدوني كيفاش داو يا رجلي برك هكا طايحه تخلعت خفت وليت نعرق، قالوا لي ما بك والو ما تخافش.
نزيد نحكي لك حاجه عليها. كي ركبت مع لومبيلونس داروا لي الاكسجين يا اخو. وهذاك اللي دار لي الاكسجين واقي الواقي يدير لاشيك هكا ريحه الاخر كان دايرها لي في يدي قريب زاد قتلني ماشي الاكسجين. ما نحملش الريحه تاع اسمه. المولان روج كيفاش حكيتو؟ لو مولان روج المولان روج مولان روج رحت لا بريمير فوا اللي رحت لفرنسا كنت نسمع لو مولان روج وزعما قرب للميكرو باش نسمعك بيان. كنت نسمع باردون كي رحت لفرنسا كنت نسمع بلي لو مولان روج يدوروا بزاف لتما لي زارتيست وهكايا منا زعما حبيت نسهر فيه ما كنتش على بالي بلي سي تان كازينو ويصراو فيه حوايج زعما يضحك بصح ما دخلتش ليها والله ما دخلت توبا ما دخلتش. وعلى ذكر باري بصح نسلم على نسيم الاحسن الجيريان ايموريست في باري راهو داير حاله ونسلم على كريم صاحبي وولادو في زوج واحد وسفيان ونسلم على لامين لازكاد وجيزان بروكرز وان شاء الله ما نكون نسيت حتى واحد. هذوما سي دي زيموريست معروفين في فرنسا راهم دايرين حاله ويدعموني وكي نسقسيهم يجاوبوني ويوروا لي لا تكنيك وكيفاش. شكرا لهم. شكرا لهم وشكرا لك تاني. كاين حاجه قول لي قالوا لي تحب ديبلاسي بالمترو تاعي ياك اخا نموت على المترو صح عباك على علاش كليماتيزي ماكاش ما يهمكش هذيك وين تقاري وكدايا ديبلاسمون تاع المترو على بالي وراك رايح راه هضر انت لا لا يهمل هذيك ما نكملش تما دابيا تلحق وانا نحبس يا اخو واحد النهار كي جيت حنركب في المترو قبل ما نركب شفت شغل المترو يمشي والناس يمشوا معاه هكايا ما تعرفوا شنو هذا هيك المترو يحبس حنا نركبوا هما شغل يمشوا معاه كي شغل يستناو الباب اللي تحبس يركبوا فيها يا هو حبسوا يحبس الباب عندك تطلع هما لا لا زعما الباب هنا وفي الحساب تاعو راح يحبس تحتها كامل هو يبدا يتبع في الباب هكايا ايه شغل هذيك خلعتني من بعد غير ركبنا لقينا الغاشي بزاف وشغل هذا لاصق في هذا ومن بعد قلت لهم لي جان قلت لهم شغل علاش تحبوا تلصقوا بزاف في البنات جبد روحتكم يعني شغل واحد ما عجبوش الحال بعد شغل خسر فيها هكذا قلت له وي جبد روحك هما يجوا يلصقوا فيك ما تبدعك. وكان واحد زوج بنات مرنا فرق يحكوا قتلها طويله قتلها وي طويل وبصح شباب انا كي تكون شوف واحد انا كي تهدر على طويل كي شغل بيبيت لي فاهم كي يكون واحد قدامي ويقول طويل نعرف بلاك تهدر عليا شغل طلقت ودني هكا شويه شاكتيفيت البلوتوث بديت نسمع قتلها وي طويل بصح شباب قتلها بصح طويل بزاف قتلها بصح طوندونس واحد طويل هكا يا طوندونس زعما ماشي كل يوم تلقاياه. من بعد الاخرى قتلها بزاف قلت لها شوفي انا كيفاش لا كولور تاع وجهي زعما وشوفي هو قلت لها زعما توالم قلت لها وي توالم بزاف. من بعد قلت لها الاخرى قلت لها معليش نقصي له انا تما شغل تشكيتو هي قلت لها واش تنقصي له هدايا قالت لي ما تحشمش قالت لي تصنت على النساء قالت لي حنا نهضروا على سروال شراتو باش تعيد به وتقطعوا الى ما جاهاش قالت لي ايه بهدلوني هذيك الضربه انا ايماجيني الموقف المحرج يا ولدي تبهدله هربت انا رحت لتحتها كامل ايه وكان راكب معايا واحد وقال هو اللي بيعكم كلش ومن بعد واش دار قال لي يمشي راه بدلت فاغون ومن بعد قلت له صافا هكايا قال لي زيد روح ليه والطفله هذيك قاعده غير تضحك هي ويماها واللي كانوا معاها هكذا. المهم الا شافونا وتفكروا هذاك الاخر نحييهم صافي هيا بعد زيد وش حكيتك مع اللي سالفي لي سالفي سيرسان لي سالفي سيرسان ما كاش اكسيون هكذا لي ماركاتك درت هاول سالفي سيرسان مي كي يكون بيبليك بزاف هكايا تحب دير سالفي معاهم زعما باش تبقى لك صوره تذكاريه. وواحد الخطره كنت حندير سالفي ومن بعد طلع واحد هكايا شغل زعما حبي يدير سالفي معايا هذه ما شكيتش كاينه انا حنحكيها لك ما تخزر فيه قلت له شكون انتيا منين جيت وهكايا من بورتو واحد ما عرفهم على بالناش هذا كامل كيفاش دخل عاود راح ربي سهلك اهبط على بالناش منين جا كامل حب يدير معايا سيلفي انا شوي با كونتر تحب دير معايا سيلفي انا شوي انسان نورمال زعما نتصور مع اي واحد بون صار راني معني لكم بعد الا حبيت يدير سيلفي مي بصح شغل طلع سيرسان السيد لقيتو سيرسان انا حندير هكذا ولقيت السيد مورايا هكا لي سيلفي من بعد حسيت روحي زعما بلي ان كرون شوف جاي يدير معايا سيلفي بحال كمال اللي قلتها له سيرسان خزرت في بليغته هكايا قلت له واش البليغه هذه اللي راك لابسها اخو قلت له راح البس نورمال وروح طلعت لنا برجليه شحال كبار اخو يخلع صاحبي بليغه جايه 40 ورجليه 40 شغل صبعتين خارجين من القدام 44 والطانو خارج شويه الله هكذا واحد العفسه هكايا خفت الناس يتفيكسا ولا اهبط جوز لهم شو شباب كدايا غير حاجه موزونه مليحه من بعد يطلع لنا الاخر منحيوه هو ثاني بالك يكون شرب بليغه قدام باش واحد صغير صارت لك مع اكسيون بابا انت راك تخلط على بالك ترى يتخلط ما نحكي وشنو هذه اللي صغير صارت مع اكسيون
صغير كاش ولد صغير طارتك مع اكسيون وبلان سبيكتاكل دخلت انت في سبيكتاكل تاعك وي كان واحد الطفل كان واحد الطفل اه 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 انا شفيت درت سبيكتاكل في نهار اللي كانوا يجمعوا تاع يجمعوا هذيك تاع شغل يمدوا للناس دي دون هكايا يمدوا لهم زعما الماكله وهكا اللي يحب يعاون انا درت شو هكايا ومن بعدك في وسط هذاك الشو واحد الطفل صغير شغل بقى يهضر وشغل انا طفل صغير زعما ما حبيتش نقول له كاش كلمه هكا باسكو هو صغير ما يفهمش لازم شغل لازم تسايسو وشنو بقى غير يهضر انا كشغل كي جيت نهبط له وهرب قلت له روح ما تخافش خوف زعما صح كون يهرب يقول لك بالك ما كان حيدير له بعدك شغل راح قلت لهم وراهم تي بارون وراهم قال لي نفضل قلت له على بالهم بلي كي جيت هنايا قال لي نورم على بالهم قلت له كان تبحر قال لي نورمال قلت له تسمى الدراري صغار في الجزائر كيما المفاتح يتبحر نخدموا الدوبل ما نعاوسوش نتكري واحد اخر وبهذه انا نقول لك ما نديروش بك الدوبل نتاع انت عندنا واحد برك انت خيرك خويا يحمد رايك حبيبي ميرسي بوكو ما انت ما عندناش منك زوج انت واحد فاليدي هو الاساس بارك الله فيك ميرسي بوكو ان شاء الله تكون جاوزت مليح هذا دوك ساره اللي تقولنا اتوا ساره يعطيك الصحه وحيد يعطيك الصحه